بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مشاهدي الأعزاء من مدينة واديبو، أحييكم في مستهل هذه المحطة من محطات برنامجي محطات. في هذه الحلقة نلقي الضوء على الجهود الجبارة التي تبذلها بلدية واديبو في المجال الثقافي، وفي هذا الإطار نستضيف السيد يحيى ولدد المسؤول الثقافي في البلدية. أستاذ يحيى، مرحب بكم. ما هي أهم الأنشطة المنفذة من طرف البلدية في المجال الثقافي؟ بسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على الحبيب محمد. أهلا وسهلا بمحطات في مدينة واديبو وفي بلدية واديبو. شكرا على هذا البرنامج الذي سيلقي الضوء على ما تقوم به بلدية واديبو في المجال الثقافي. بلدية واديبو وضعت في سلم أولوياتها وضع مخطط برنامج للعمل الثقافي يعتمد على ثقافات موريتانيا الأربع، اللي هي الحسانية والبولارية والصنوكية والوفية، اللغات الوطنية. اللغات الوطنية اللي تعتبر ثقافات واللي هذبها الإسلام، ومدينة واديبو تعتبر ملتقى لكل الثقافات ولكل أطياف موريتانيا، عاصمة اقتصادية مفتوحة، وبالتالي تمثل موريتانيا مصغرة. العمل الثقافي في مدينة واديبو اللي تعدى بلدية واديبو يعتمد أساسا فيما يتعلق بالإنجاز المواكبة، مواكبة كل الأنشطة الثقافية اللي تعدل في هذه المدينة، اللي تعدل النوادي الشبابية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني. كذلك في ذلك ينقالوا الدعم المالي للجمعيات كذلك، والمواكبة ثم بعد ذلك رعاية الأنشطة المتخصصة كالمهرجانات. بلدية واديبو ساهمت في رعاية عدد كبير من المهرجانات الأدبية والثقافية. هناك أنشطة موسمية خاصة تنفذها البلدية وأخرى ترعاها البلدية، بكل تأكيد. ماذا عن هذه الأولى؟ التي تنفذها بلدية واديبو، بلدية واديبو وضعت في سلم أولوياتها بعد أن أحصت جميع الجمعيات والمتداخلين في العمل الثقافي، رسمت خطة لديها محجة سنوية تدعى أيام واديبو الثقافية والفنية. هذه الأيام تمولها بلدية واديبو وترعاها وتشارك فيها الأندية والجمعيات والنوادي والمحاضر في الولاية. إذن في الولاية هي تشارك فيها كل الجمعيات الموجودة في مدينة واديبو، فيها مسابقات القرآن الكريم، فيها المسابقات المديحية، فيها الشعر بأنواعه، القرآن الكريم، السيرة النبوية، السيرة النبوية، المديح النبوي، الشعر بأنواعه، البولاري، الصنوكي، الحساني، العربي، كذلك الألعاب التقليدية كالسيق وكرور وما إلى ذلك، كذلك الفلكلور بأنواعه الراقصة والهادئة. هذه الأيام تدوم على مدى 4 أيام، وتقدم فيها جوائز قيمة للمشاركين، وكذلك مساعدات للذين سيشاركون فيها من أجل أن تكون الأيام بألقها كما هو. هذا مهرجان موسمي. هذا مهرجان موسمي سنوي. سنوي. يسمى أياما واديبو الثقافية والفنية. والفنية. كذلك لدينا مجموعة من الدورات التكوينية التي تقوم بها لدعم قدرات الثقافية للجمعيات الثقافية. حول ماذا؟ حول الحوكمة الثقافية، حول الحياة الجمعوية، حول المناصرة. كل هذه الدورات تساعد في تقوية قدرات الفاعلين الثقافيين. إذن هذه الأيام ملاحظ طبعا فيها أنها نشحت في مجال أولا الوحدة الوطنية، دعم الوحدة الوطنية، ثانيا حماية الشباب من التطرف. بكل تأكيد شفت هذه الأيام عند منين تعدل يعدل لها نظام داخلي، وهذا النظام الداخلي تندار فيه مجموعة من الأهداف، من أولها اللي قالوا السلم الأهلي جيد، عن المسرحيات، عن القصائد الشعرية، عن المسرح اللي يعدل يعالج هذه القضايا، حتى الشعر يعود يعالج هذه القضايا كذلك. هم اللي عندها ميزة أهداف
مرسومة من خلال هذه الأيام الثقافية. بكل تأكيد. كذلك في هذا الإنجال محاربة المخدرات. أيوة المهم في هذه المدينة خاصة. بكل تأكيد لأن مدينة الوادي مدينة مفتوحة على العالم. إحنا فينا أكثر من 30,000 مهاجر وبالتالي هم أصبحوا جزء من هذه المدينة وبالتالي لابد من يتم الناس كاملة تشتغل. هناك تخصيص بعض المهرجانات للهجرة غير شرعية. بكل تأكيد نحن عندنا وهذا يلا نجوه بعدين عندنا مهرجان للهجرة السرية ترعى بلدية الواذيبو. هذا من ضمن المهرجانات اللي ترعى. هذا من ضمن المهرجانات اللي ترعى بلدية الواذيبو. شنو هو المهرجان؟ عندنا 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 مهرجان عندنا مهرجان للهجرة السرية. عنوانه لا للهجرة السرية. لا للهجرة السرية هو عنوان المهرجان. أيوة. عندنا كذلك مهرجان أيام الواذيبو ل أياما واذبوا لمسرح الهواة. مسرح الهواة دورته الأخيرة وعدلت مالها شيء وكانت دورة ناجحة وعدلت دورته الأولى رعيتها بلدية وهي هي اللي في طارها قاعدة تماما اللي تطرحوا برنامج والله استراتيجية لمكافحة التطرف كنا نقول واستقامة الشباب وحمايتهم من التطرف من الجريمة والمخدرات ليس كذلك؟ نعم شفت هي بلدية الواذيبو عند منين عدلت هذه الأنشطة خارج من الأنشطة هي ما تدخل فيه هي انطلاقا من أهداف الأنشطة لمعدلة ترعاه كيف للهجرة السرية كيف مسرح الهواة يقال الأنشطة هي اللي تعدل كلها تنصب في هذا لأن الاستراتيجية اللي عدلت بلدية الواذيبو أساسا تتحدث عن وجود بنى تحتية لائقة كمركز المعرفة تتحدث عن وجود أنشطة هادفة موجهة للفتية والشباب من أجل الاستقامة من أجل معرفة أضرار وهذا يلعب فيه المسرح دور مهم دور أساسي طبعا وفي هذا الإطار أنتم عندكم في جمعية خاصة بالمسرح بكل تأكيد لهي نستمعوا لمسؤول هذه الجمعية والله في إطار العمل الثقافي اللي تقوم به بلدية الواذيبو على مستوى المدينة هون نظمت الفرقة الواذيبو المسرحية عدة أنشطة ثقافية كان آخرها المهرجانين مهرجان النسخة الأولى من مسرح الهواة والنسخة الثانية من مسرح الهواة كانوا وعدوا في 2020 و 2021 هذه المهرجانات وهذه الأنشطة الثقافية اللي تعد الفرقة الواذيبو المسرحية دائما المورد الرئيسي اللي يموله واللي يعاونوا فيه هي بلدية الواذيبو مشكورة هذه الجهد الثقافي اللي نقوم به على مستوى المدينة هون يستهدف الشباب خاصة الشباب المراهقين لأنه يكون جيل الشباب في مجال تقنيات المسرح في مجال تطوير الذات في مجال إعداد الممثل وهذه التقنيات ندربوا عليها الشباب لكن كونوا جيل من الشباب واعي مسؤولياته ونشحنوا فراقه ونولي ما نخلوه يمشي يقيس الشارع ولا نخلوه يقيس المسائل اللي يتسبب له الانحراف هذه اللي هذا المركب الثقافي اللي عند البلدية اللي قالوا مركز المعرفة البلدي هو الحاضنة اللي نعدلوا فيه الأنشطة الثقافية هو اللي نعدلوا فيه الممارسات الفعلية للمسرح على خشبته جهزتنا البلدية دارت فيه مقاعد بأحسن تجهيز ودارت فيه إضاءة ودارت فيه سونوغرافيا وهذا جعلنا أن عملنا الثقافي المسرح اللي نقوم به يجبر تسهيلات متميزة من بلدية الواذيبو وهذا الجهد لولا جهود العمدة ما كان يتحقق وتفهموا لعمل المسرحي وتفهموا لظروف اللي مر بها المسرح هم اللي تاني بصورة عامة بالنسبة لدور المسرح في إطار اللي يشحن وقت التركة خاصة الشباب والأطفال والمراهقين في المدينة لأنها مدينة شاطئية ومدينة مفتوحة للعالم ومدينة جايينها المهاجرين وجايينها الناس كاملة ولا بد من شبابها يجبروا أوقات ويجبروا مراكز الترفيه يشحنوا فيه وقتهم وهذا مراكز الترفيه أشبه مراكز وأشبه أفضل وسيلة هي المسرح لأنه يخاطب العقول ويكون الشباب ما زالوا يجعل فيهم انهم يعودوا يبقوا المسرح ويعودوا عنده حب لهذا المسرح بمكافحه المخدرات ومكافحه الانحراف والسلوكيات الشاذه اللي مارس بعض المراهقين هذه المسرح هذه اداه المسرح هذه وسيله فعاله في انه يكرد هذه المراهقين والشباب والاطفال ويوجههم واللي ويعدلهم شباب مدمجين مجتمعهم وقادرين على انهم يساهموا في التنميه على المستوى المحلي حلي. إذن واضح من خلال تدخل صاحب الجمعية مسؤول البلدية هذه فرقة الواذيبو المسرحية رأس الأستاذ سيد محمد لداعة مخرج مسرحي هذه الفرقة لديها تاريخ مع بلدية الواذيبو بلدية الواذيبو كما وضح رعت دعم قوي رعت أنشطتها وحيث قاع أن العمدة وقع اتفاقية شراكة مع الهيئة العربية للمسرح
تقية المسرح توجد في الشارقة الإمارات العربية المتحدة، يرعاها سمو الأمير الشارقة محمد القاسمي وبإدارة إسماعيل عبد الله، حيث وقع هذه الشراكة. هدف الأساسي منها هو تنمية المسرح بمدينة واريبو وكذلك تقوية الكادر الذي يشتغل في هذا المجال تأطيرا وتكوينا وتوجيها. نرى كان في متجاوب مع شباب المدينة وساكنة المدينة مع هذا المسرح والأهداف اللي من وراه. بكل تأكيد بكل تأكيد شوف، هي الثقافة بالنسبة لنا تعني الأخلاق، أيوة تعني القيم، تعريف كبير، أيوة تعريف كبير جدا. وهذا هو اللي ننطلقه نحن منه في بلدية واديبو، ونسعاه حتى الناس اللي منزوية أو عندها أمور أخرى نسعى إلى دمجها، إلى تهذيبها، إلى توجيهها، وقطعا على المسرح العب دور أساسي في هذا المجال، وقطعا على الأهداف اللي بتنع لها. هذا هو الأساس اللي على أساسه بلدية واديبو تشتغل في هذا المنحة، هو اللي بتنات عليه. إذا أنتم عندكم تركيز على فئة معينة من الشباب، ترون أنتم هنا معرضة للانحراف. نحن نشتغل مع جميع الفئات السنية للشباب. الفئات السنية للشباب العمرية، نعم العمرية بمعنى آخر. الفئات السنية للشباب نحن نشتغل معها لأنها كلها عندها برامج وحاجيات تختلف عن حاجيات الفئة الأخرى. مثلا فئة 10 إلى 15 سنة عندها برامج توجه لها، فئة 16 إلى 21 عندها برامج توجه لها. إذا عن كل فئة نحن نوجه إليها ذاك اللي يجي. حتى عند مهرجان المسرح المدرسي كان لا يعدل هذه السنة، يقال نظرا لجائحة كورونا خاص بالمدارس نظرا لجائحة كورونا ما قدرت بلدية واديبو تعدل. يقال بعد مهيئين له حتى نملي في إطار تعاوننا مع المدارس الأساسية المعنية بهم بلدية واديبو تكوين نوادي داخل هذه المدارس وتأطيرها وتكوينها ودعمها. هذا كله من الـ إذا فهم جوانب تربوية توجه هذا العمل المسرحي. سيدي إذا جينا للمسرح وجينا للمهرجان ليالي الهجرة. ليالي الهجرة هذا تقبلوا فيها شنو هي الآليات اللي تستخدم في المهرجان؟ ليالي الهجرة السرية مهرجان تنظمه إحدى الجمعيات الثقافية الموجودة بمدينة واديبو وتموله وترعاه بلدية واديبو ولا تتدخل فيه، يقار تعطي تمويله، يقار الإطار المنطقي لهذا المشروع شو يقول؟ يقول عن يحارب الهجرة غير النظامية من خلال الأغاني، من خلال الراب، من خلال الإرشاد، ومن خلال المسرح. أيوة. ومن خلال تجيبوا أضرار هذه الهجرة. وتجيب أضرار هذه الهجرة. وتقدم فيها سكتشات هادفة جدا. كيف أن فلان هاجر في زورق ما بحثا عن حياة وفقد حياته وترك وراه عياله حياة كريم ويفقد حياته وما إلى ذلك. وفعلا كان برنامج عنده كان مهرجان صدى جميل جدا وواكبت بلدية واديبو بكل ما أتيت، وحتى أنها عبأت الناس كامل أنها تجي وضاحت نتيجته وذاته الأهداف اللي مرسومة لكم أنها تحققت يعني بيسير. والله فعلا زين. إذا الرعاية الأخرى اللي تعدل من كانت التراث ترعاون بكل تأكيد. إحنا هون جمعية كيف مثلا هذا الآلات الأثرية الموجودة قدامنا هيضا اللي عندنا حالة هو موجودة جمعية الدعم والحفاظ التراث أصناف من عملها بلدية واديبو ترعاها ما الله قاع بلدية واديبو اللي طارحة في إطار استراتيجية على أنه يتعدى المتحف بلدي خاص بالبلدية يعود يخرص الخصوصيات اللي هو المتحف معدن وصيد صيد أساسا خصوصية مدينة واديبو خصوصي لأنه هو متحف بلدي خاص بخصوصية مدينة واديبو، سواء كان ثقافة مراقن اللي فيه، سواء كان ذاك اللي فيه من الحجارة وذاك كامل الأمور، معنى عنه متحف خاص ببلدية في فاعلين معاكم لهين استمعوا لهم الصدى. هذه المدينة نثمنوا فيها التراث اللي بقدراتنا، والحمد لله الرأي الرسمي عمدة البلدية اللي فتح الثقافة الحمد لله في مدينة واديبو، وعندنا مولي دائما يشاركوا في مهرجانات التراث في مدينة واديبو. مدينة واديبو مقصية في جانب، هي مدينة سياحية وتراثية وفيها أماكن أثرية يا الله تسعد تذمن. الحمد لله الشهر الماضي مشينا في دورة تكوينية في مجال التراث القاماجي شوركيهيجي وشوركيفا
من دعم من وزارة الثقافة ومشياتنا على حوض دورة التكوين على النوادي وعات من ضمن التراث اللي من ضمن الولاية على أنها لا يتم يثمن فيها التراث، وطالبين بالمهرجان يعدل باللي خلقوا مهرجانات، مهرجان الهجرة السرية، مهرجان المسرح، مهرجان البيئة، يا غير مهرجان التراث ما قد تخلق في مدينة نواذيبو. الحمد لله على أن وزارة الثقافة عاد متجهة لنواذيبو على أنها تعود من ضمن الولاية اللي لا يتم يثمن فيها التراث، ونحن متباركين مع مهرجان نبغى نعدلوه في الشهر الثامن والسابع باللي المهرجان في مدينة نواذيبو يلطو يعدل في وقت العطلة باللي نواذيبو ولاية سياحية، وفترة العطلة اللي تجي الخطار هي اللي زين يعدل فيها المهرجان، وطالبين المهرجان يعدل تدعمنا الوزارة نعدلوا مهرجان مدينة نواذيبو. وعندنا مولي هون متحف دور لا تشوفوا بيدي نحن هون يلا تعود عندنا متحف بينا عندنا بحوثات في الخيام جبرنا عندهم العقود يقار لا من دثر يقار يلا ينجمع يعدل متحف ولاية نواذيبو باللي نواذيبو من ضمن الولايات اللي يلا يعود فيه مثمن فيه التراث مثمن فيه الاماكن الاثريه يعود مولي فيه متحف مولي ما يشين يعود فيه المتحف. انطلاقا من اهميه التراث ومن الدور الفعال المنوط به، فإن جمعيتنا جمعية الفضيلة لإحياء التراث تهتم بالتراث بصفة عامة، والتراث في مدينة نواذيبو بصفة خاصة، والتراث الذي نبحث عنه هو تراث آبائنا وأجدادنا من مؤلفات الأجداد ومخطوطاتهم، وحتى صناعة بعض الحرفيين في بعض الصناعات التقليدية كذلك نحن نثمن كل ذلك المجهود، وإن كانت بعض الصناعات تختلف عن مجمل الصناعات في العالم فإننا نشيد بها وبدورها في المهرجانات. نسعى من خلال ذلك إحياء للماضي واستشرافا لغد أكثر إشراقا، ومن هنا أغتنم هذه الفرصة لنوصل الشكر إلى بلدية نواذيبو التي تهتم بالتراث بصفة عامة سواء كان تراثا تقليديا أو ماديا أو غير مادي، أو حتى المنتجعات السياحية التي تهتم بها في مدينة نواذيبو. عندنا منتجعات سياحية، وكذلك فرحون بأن مدينة نواذيبو تهتم دائما بالتراث، وأنها تسعى من خلال ذلك إلى أن يكون متحف في مدينة نواذيبو، ويرجع الفضل في ذلك إلى بلدية نواذيبو التي تهتم بالتراث بصفة عامة. التقلب مع بلدية نواذيبو عندنا متحف لتثمين التراث، ونعدل جميع الوجبات التقليدية ونعدل الضفير التقليدي، ونعدل الأوزار وهذا المسائل التقليدية كاملة نعدلوها. وعندنا متحف لتثمين التراث بصفة خاصة. إذا واضح ان هي المجموعات فعلاً هو فعلا كيف اللي قالوا هي بلدية نواذيبو مفتوحة امام الجميع، ولا نتذكر انا بعد شخصيا جمعية ولا نادي ثقافي قال جل بلدية نواذيبو ما تعاملت معها بطريقة اخرى ايا كانت هذه المعاملة، وخصوصا اللي يتعلق فيه التراث، لان مؤخرا كان في هون دورة تكوينية معدلة عن التراث اللامادي واكبتها بلدية نواذيبو، او حتى انها قامت بزياره لمنشاتها ياك تعرف على اللي يخلق كامل، والبلديه مفتوحه للناس كامل، الناس كامله وتعاونها كامله، خصوصا اذا ما تعلق الامر بالموروث الثقافي للمدينه واللي يلا نحافظ عليه كامل، لانه هو ماضينا ومن لا ماضي له لا حاضر له. صحيح. بالنسبه للادب والفنون عندكم؟ فعلا عند بعض الادب والفنون هون جمعيات زاديه يوم اللي تعدل هذا الجانب، تعدل الأماس الشعرية وتعدل المديح وتعدل القصة وما إلى ذلك، وبلدية نواذيبو
تواكب كل هذه الأشياء. قد احتضنت مهرجان كل تأكيد في إطار آخر مهرجان عدو الاتحاد والأدباء الكتاب الموريتانيين دورة الغيلاني المرحوم أديم الأدباء المنطقة وكان رئيس لفرع اتحاد الأدباء الكتاب الموريتانيين واكبته بلدية مالبو طيلة الأيام السبعة التي أقيم هنا واكبته بلدية مالبو بكل ما تعني الكلمة من معنى. والأدباء أنفسهم عبروا عن العدل بلدية مالبو ثمنوا الدور العمدة كان حاضر في كل الأيام والعمدة المساعد كان حاضر والمستشارين والمسؤولين بشكل عام والمسؤولين كلهم كانوا حاضرين وكانوا عاطين قيمة. وهذا ملي حقيقة ما هي رواية مفرصة على النفس لأن حضور الناس وقعادها واستسقاءها للأمور وفهمها له يوحي على أنها فاهمة هذا اللي يعدل وأنها عاطته كثير عناية. هذا مهم. إذن المجموعة هاي الجمعيات اللي تدعم البلدية متعددة هاي الثقافة انت كان فهم ثقافة صناعية والله عندها طابع آخر ما هو بكل تأكيد شوف كله يدخل في طار الثقافة. شوف بلدية نواذيبو عرفت الثقافة وقالت عنها هي جميع المنتوجات اللي عدل هذا المجتمع الثانية اللي عدل هذا المجتمع سواء كانت صناعة تقليدية حتى صناعة الجلود تعتبر ثقافة صحيح سواء كانت مسرح سواء كانت غناء سواء كانت شعر وبكل اللغات الوطنية. جيد. إذا نحن لا نميز بين أي شخص مهما كان وبين أي جمعية. المهم عندنا في العمل الثقافي أن يكون المنتج طبيعي يحترم الخصوصية الموريتانية يحترم الدستور الموريتاني يتماشى مع القيم والأخلاق. إذا هذا هو شرطنا الوحيد. هاي السيدة إذا توفر هذا الشرط فإن بلدية نواذيبو موجودة في إطار ما يتعلق بالمواكبة في إطار ما يتعلق بالتأطير في إطار ما يتعلق بالأمور اللي وحتى أن عمدة بلدية نواذيبو يحاول مع آخرين أن يكونوا فاعلين في هذا العمل الثقافي. مدينة نواذيبو مدينة فعلا اقتصادية أيوة. لكن الاقتصاد لا يمكن صناعة. أن يكون إلا إذا كان أهله مثقفون زين حد فبالثقافة وحدها أي مهنة ما كانت تحتاج إلى ثقافة المهنة وحدها يمكننا أن نبني مدينة نواذيبو. وأظن أن مدينة نواذيبو إذا بنيت فإن موريتانيا كلها قد بنيت. جيد. ونحن المنعومات دورنا هو شنو؟ دورنا تحسيس وتعبير ونحصل العليات والرجال وذكام إن شاء الله يكان يعرفوا عن الدور الثقافي أنه مهم في موريتاني. ما عيالتنا نخلو ثقافتنا توقد هكذا خالي تلك ورك الخلاقين ما يعرفوا قا آلات ثقافية اللي كانوا يعملوه والدينا والدينا لأن كذاك هو البيئة. بعض قلت لكم عن عيالتنا نعطوه قيمة نشتغل مع بلدية نواذيبو جزاهم الله خيرا. هم اللي قا دائمين للمدرسة الصمو لبوكم اللي عند هذا اللي عندنا في إكول كات ما شاء الله يعدرو بينتير ويعدرو يوصل من الأشياء جزاه الله خيرا اللي مولانا وهم اللي دائمين وعندنا مولي تعاونية مولي تعدل صناعة الصابون. تعرفوا الصابون مولي تقليدي ما هو الصابون اللي في ورك لي برودوي والله شيء صابون تقليدي اللي كانوا امهاتنا يعملوه نعلموا الاليات صناعه الصابون ويعاونوا روسهم يكان يتم هم بروسهم يستعملوه يحكمهم ان طلبه وان يوصل من الاشياء. هاي السيده مثلا هي رئيسه جمعيه لمكافحه السيداء هي تعمل معاكم في اطار ثقافي بكل تاكيد فعلا لما دام بها رئيسه جمعيه في مكافحه السيداء وصناعة صابون كما قالت فعلاً هي أول من أدخل صناعة صابون هنا المدينة وعنه بشكل تقليدي كما قالت بشكل تقليدي فعلا وزارته بلدية نواذيبو واكبته ودعمته إذا فهم دعم الكل مبادرات ثقافية فهم دعم دائم من طرف فهم دعم دائم لكل المبادرات الثقافية الخاصة بالمدينة وحتى الخارج عن المدينة. إذا هون بيئة ثقافية صالحة للعمل الثقافي بالنسبة هون بلدية نواذيبو صالحة خصوصا بعد ما جئنا فهم تشجيع لأي عمل ثقافي يقوم به فإن بلدية نواذيبو تشجع أي فعل ثقافي مهما كان
مهم كل شيء حسن حصول جانب آخر من الثقافة السينية هو جانب المطالعة والمكتبات دركان البلدية بكل تأكيد نحن عندهم مكتبة للمطالعة غنية جدا وهذه المكتبة إنها كل وفي المركز والله في المركز هون يأمها الطلاب وأمها الباحثين لأن فيها فعلا كتب جميلة جيدة وفيها ملي كتب مراجع المراجع العلمية وخصوصا نفتح معهد اللغات اللي عاد بزرها هم اللغة الإسبانية وهم الإنجليزية وهم مراجع علمية حقيقة توم هون مجاورين هذا المركز مجاور الثانوية مجارب مجاور كانوا يستفادوا من هذه المكتبة بكل تأكيد نجي هون في الصباح وغاد الفراغ يمرق التركة في هذا وجهون ويطالعوا وقت الراحة ويطالعوا يراو بحوثهم غنية المكتبة غنية ومسؤول المكتبة يسهل ويعاون في طابة للعمل اللي دوره كامل في مجال المكتبة مكتبة فعلا غنية وكانت المدينة تحتاج لها ولبت حاجيات عند الناس ونحن فعلا ما نراضين عنها يقال ما زلنا لا نتمكن زاد يوم ولي ينعكم في طار تطوير كل شيء بكل تأكيد نحن كنا رائد للمكتبة ونقول له قلنا الكتاب اللي مولك عندك عود المكتبة يكتبوننا وبالتالي إعداد لائحة لكل الكتب هذا الاستقصاء لكل الكتب المرجعية بكل تأكيد مدرسية منها وثقافية الأخرى ثقافية منها جيد ويتم استجلابها وتندار في المكتبة ونضم حول مولي بإذن الله تعالى في طار تعداد المكتب نتعود فيها التواصل الاجتماعي الانترنت وما إلى هو ما فيه شيء عن المعلوماتية لا يدخل فيه بإذن الله تعالى في طار اللي أنا نكتك على المركز حالا في إطار تأهيل يقال هذه القاعة عدناهاش ينسى تكون هناك مكتبة ورقية ومكتبة إلكترونية بكل تأكيد تخدم التلاميذ تخدم التلاميذ وتقدم لهم كل شيء فيما يتعلق بالعمل اللهي عندنا نصة مركز في الأفاق هو مركز ثقافي وعنده مجموعة من الأغراض وهذا المركز مبارك معه هذا المركز نحاول يعود مركز على غرار المراكز الموجودة في العالم ككل ولكن تابع للبلدية أساسا لا يعود من أغراض الإعلام والتهريب ومنها التكوين والتحسيس وتشجيع ودعم الأعمال والمشروعات الفكرية لأني أنا جيت المركز معين عندي مشروع فكري نبقى نعدله يعود فيه مختصين بجميع الأنواع يقدموا المشورة والنصح ويلا يعود فيه التركيز على طبيعة الاقتصادية اللي في المذيب وكيف الصيد بكل تأكيد لا يعود مدي هذا المركز معي بالحوار المتزن والموضوعي ولا يعود مدي مركز يخدم محاربة التطرف بكل تأكيد لأن فكر المعتدين والوسطية شفت نحن ترسيخها مهم في الشباب شفت نحن في طار الأنشطة تعدل مصلحة الثقافة البلدة الوادي بو تعتمد أساسا على الذي قال اللحمة الاجتماعية زين كل شيء ينطلق من الوحدة الوطنية التضامن الاجتماعي هي القاعدة الصلبة لأن شيء ما في هذا لا يخدم المدينة ولا يخدم موريتانيا هذا جيد وبالتالي نحن كل أنشطتنا عند هذا المنطلق لأن كل شيء كان شمينا فيه هذيك الرايحة نعيطوا له بالشور ونناقش معاهم ونوجههم لأن الشباب أساسا يحتاج للتوجيه صح ما نضغط عليهم نحن عدل المواكبة خارجي واحدين يقول لك المواكبة اني نعود نقول لك عدل لا انا ما ندخل في رأيك يقال نواكبك نمشي معاك نوضح لك الرؤية يعني تقتنع انت ان هذا هو الفعل الحقيقي والسليم اللي ياما تعدل وبالتالي ما عند الحمد لله صدام ولا مشاكل مع احد لان الكل يسعى لبناء المدينة شنو استراتيجيتكم المستقبلية لهذا العمل الثقافي كان فيه استراتيجية معدة في هذا الإطار نحن في بلدية الوايبو عدنا استراتيجية نقالها الإطار الاستراتيجي العمل الثقافي بلدية الوايبو ما هي أهم أركان هذه الاستراتيجية أهدافه الأساسية لدي ثلاث أهداف أساسية هي تثمين البنى الثقافية أيوة التي تتميز بالتنوع الثقافي وتحترم الإبداع وقيم التسامح وتسعى إلى رسم معالم تطوره هذه النقطة الأولى في هذا النقطة الثانية تحسين دور الثقافة والمساحات كمحرك أساسي والنقطة الثالثة هي الاعتماد على الموروث الثقافي المادي وغير المادي زين هذه ثلاثة عوامل أساسية هي أهداف الإطار الاستراتيجي لعمل بلدية الوادبو كذلك بلدية الوادبو ترى أن الثقافة لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت نابعة من المجتمع إذا كانت تتكي على المبادئ والأخلاق وثقافة المجتمع من خلال المجتمع يمكننا أن نبني الثقافة الحقة التي ستصل كل بيت وكل طفل وإلا لا يمكننا أبدا
أن نقيم عملا ثقافي بالمعنى. قطعا عن بلدية واديبو وفرت مركز المعرفة. إيه. إذا هو السؤال كتنجيك فيه كان في بنى تحتية ثقافية خاطي اللي معدل وزارة الثقافة في الولاية هون. كان في بنى تحتية ترعاها البلدية بنى المرفق الثقافي الوحيد الذي يأمه الكل هو مركز المعرفة وهذه الدار وهذه الدار التي نتواجد فيها الآن لمسرحها حيث رغم أن بلدية واديبو لديها مشاغل كثيرة في ترميم وبناء أهداف البلدية من جديد إلا أن العمدة حرصة على أن تؤثث هذا المسرح بشكله هذا رغم أننا لسنا راضيون عنه إلا أنه في هذه المرحلة كبداية كبداية إن شاء الله. إذن في استراتيجية تكون فيها هو دعم كل هذه القدرات دعم هذه البناء والتطوير نتركاكم تفكروا مرجان ثاني ما هو الأيام سنوعد مثلا في معدكم مرجان فعلا نحن هذا قاع ما أعرف كانوا فات عجل قال يقال بعد إحنا في مكاتبتنا والله سنكاتب وزارة الثقافة نختار عود في مهرجان سنوي للتراث خاص بتراث مدينة واديبو. هذا المهرجان نريد أن يكون مهرجانا سنويا بالإضافة إلى أيام واديبو الثقافية. كذلك نسعى إلى إحصاء وترميم كل المباني التاريخية بمدينة واديبو الأثار وما إلى ذلك الأثار لأن لدينا تربلة لدينا هل عندكم دور في المخطوطات والتراث الكبير اللي بكل تأكيد هناك زاوية الشيخ محمد المامي تحتوي أيوة. على تراث مخطوط كبير مؤلفات كبيرة رصيد علمي كبير جدا كل ذلك شهر. نسعى من خلال مكاتبة وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى أن نتعاون معا في إحصائه ومعرفة أماكنه وترميم ما يمكن أن يرمم وبناء متحف خاص بمدينة واديبو يحمل خصوصية مدينة واديبو. كل ذلك لدينا في الخطة التي نشتغل عليها وأرجو من الله العلي القدير أن نوفق في إعداد هذه ونحن ساعون. قلت لي عن في إطار البنى التحتية عن هون هذا المركز معرفة معروف ترى كان فهم تفكير في توسيع هذه البنى التحتية الثقافية في الولاية في الأفاق المستقبلية. نحن عندنا هذا المركز اللي نقال مركز معرفة معروف معروف هو اللي الناس كانت عدل فيه أنشطتها ثقافية مبارك معاه لا يرمم إن شاء الله ربي ينجوه زيارة الجاية الدور تروح أحسن من ذا يتعود فيه الإنارة بشكلها الطبيعي الحقيقي على مقاييس فنية يوسع قاعات وبكل تأكيد لا يتعود فيه إن شاء الله قاعة لاستقبال الضيوف. وعندنا المسرح الروماني نسعى أنه يقطع عنده خشبة ويندروا فيه مقاعد هاي أفاقنا المستقبلية في الترميم اللي يعد المسرح الروماني ذاك المسرح الروماني قاعة القاعة اللي عند المسرح الروماني المسرح المفتوح على الهواء والمعدل على شكل نصف دائري على غرار مثلا المسرح الروماني فعلا تعود 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 خشبته خشبة يقال لها العلبة أيوة. يعدل عليها يعدل عليها يعدل عليها المسرح لأنه خشبة العلبة والمستطيلة والدائرة وما إلى إذن هذا المركز لا يوسع هذا لا يوسع بإذن الله تعالى هو فيه في هذا المركز ترى كان رواده حالا ياسري من الشباب ومن بكل تأكيد شفت هو إلى حد الآن يقدم مجموعة من الخدمات الخدمات اللي قدم المركز حالا هو على أن كل الناس لا يتعدى الأنشطة يعطى لها المركز هو يتعدل فيه أنشطتها يتعدل أنشطتها وفما أنشطة قلتم الموسيمية والدائمة بدون أنها تقدم أي دعم بدون أنها تعطي تخصص غير تسيير المراكز وهذا اسمح لي بأنه نقوله تسيير المراكز في كل بلدان العالم لازم يعود فهم مخصص يعطى عن أي وهذا مجاني لا وهذا مجاني إما أن تكون عضوا في المركز بمعنى عندك بطاقة المركز إذا هذا في إطار دعمكم للثقافة عنه مجاني أمام كل التأكيد مفتوح المجانية قدام. شنو اقتراحكم والله التوجيهات اللي تعطوا لساكنة واديبو في التعاطي مع المشاريع الثقافية اللي تكون به البلدية الثقافية عموما واستفادة منه خصوصا الشباب. نحن في كل فعل ثقافي مهما كان لدينا رسالة واحدة. الناس تبقى تقول إنها مثقفة والله تبقى الثقافة والله تعدل العمل الثقافي. لا بد أن تحترم القيم والأخلاق. حد مثقف ذاك اللي عنده قيم أخلاق يحترم الكبير. كل ثقافتك مبنية على الأخلاق والقيم. على الأخلاق والقيم. لأن من بعها الإسلام. وكما تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام
مكارم الأخلاق هي كل شيء. وعدت ليتمم مكارم الأخلاق. يتمم مكارم الأخلاق. وكان خلقه في القرآن. وكان خلقه في القرآن. جيد. نحن أيضا نرعى آخر تخرج لدفعة في مجال القرآن الكريم، حرص العمدة على حضور هذا النشاط، رغم أنه لم يكن على علم بأن هذا المعهد يكون ويؤطر الفتية والفتيات في مجال حفظ وتجويد القرآن الكريم. معهد أظن أنه معهد أنس. حينما حضر لهذا النشاط هنا بمدينة واذبو كرم الثلاثة الأوائل. تبنت البلدية تكريم الثلاثة الأوائل، وهذا تشجيع للقرآن بالتأكيد، وهذا تشجيع للقرآن وخاصته. بلدية واذبو تحاول ما استطاعت في هذا الخضم أن تقدم كل ما لديها في العمل الثقافي، ونحن جادون. إذن هناك فرقة مسرحية دائمة للبلدية، ولا فيه فرقة فنية خاصة بالبلدية؟ لا، هي والله فرقة الفرقة هي الفرقة، ما هي البلدية، هم فرقة، هم أساسا كيف قلت لك في فرقة واذبو المسرحية. فرقة واذبو هذه المسرحية هي فرقة مسرحية فعلا، واكبتها بلدية واذبو، رعتها، مولتها، دعمتها لأنها شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية والعربية. وتمثل بمعنى آخر مدينة واذبو بصفة عامة وبلدية واذبو. هناك أيضا فرقة التوسل النبوي للمديح، هذه الفرقة أيضا بلدية واذبو رعتها في كثير أنشطتها. وهناك جميع الجمعيات الثقافية والشبابية تقدم لها البلدية الدعم المادي والمعنوي. إذن هناك شراكة مختلفة مع الفاعلين الثقافيين، حتى المثقفين الذين لا ينتسبون لجمعيات ولا ينتسبون لنوادي. بلدية واذبو تحاول مسايرتهم ودعمهم. المهم شعراء بكل تأكيد والفنانين مثلا، بكل تأكيد المهم أن يكون المشروع الثقافي مقنعا وذا جدوائية. جيد. وله دور تنموي، لأن الثقافة لا يمكن أن تكون ثقافة بالمعنى الحقيقي إلا إذا خدمت التنمية أو تخدم التنمية. هذا جيد. إذن أستاذ يحيى، ماذا عن الشراكة عموما الثقافية بشكل عام؟ نحن تكلمنا عن شراكة مع الفاعلين، هل هناك شراكة دولية؟ بكل تأكيد هناك شراكة وطنية وهناك شراكة دولية. الشراكة الوطنية تتمثل أساسا في التعاون مع ذكرناك فعلا مع وزارة الثقافة ومع كل الفاعلين والجمعيات والنوادي وغيرها. فيما يتعلق بالشراكة الدولية، لدينا شراكة مع الهيئة العربية للمسرح، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لتنمية المسرح في مدينة واذبو بين بلدية واذبو والهيئة العربية للمسرح. أي كما ذكرت ووقعها الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله وعمدة بلدية واذبو سيد القاسم والبلالي. صح. تسعى هذه المذكرة أساسا إلى التعاون فيما يتعلق بتكوين أهل المسرح بصفة عامة، خصوصا إعداد ممثلين حقيقيين قادرين على الفعل الثقافي ومخرجين، ومساعدة الكتاب في الكتابة الفنية خصوصا النصوص المسرحية، الكتابة، السيناريو. كذلك هناك أفاق للشراكة مع بلدان شقيقة عربية وصديقة كالجزائر والمملكة المغربية وغيرها، وكذلك المملكة الإسبانية في الفعل الثقافي، لأن كل هذه المنطقة هي منطقة واحدة ويجب أن نتعاون ونتبادل الخبرات فيما بيننا. فعلا جائحة كورونا أثرت شيئا ما أثرت كثيرا التنمية عموما، ننوي القيام به، أثرت عالميا للتنمية خصوصا في الجانب الثقافي. فعلا يعني قل التلاقي الثقافي والتواصل التلاقي. كنا ننوي فعلا أن يكون تكون هذه السنة والسنة الماضية سنتين لهم وقع كبير فعلا في العمل الثقافي. ومع ذلك بلدية واذبو تحاول دائما أن تخدم المثقفين وأهل الثقافة عموما. كذلك كل هذا العمل الثقافي يدخل في صميم السياسة الوطنية وفي تعهداتي فيما يتعلق
ما قام به رئيس الجمهورية في مجال الفعل الثقافي، إذ أنه أعطى للثقافة مكانتها الخاصة. عطاء القوسي بارئ بكل تأكيد، وهذا ما أدركته بلدية واذيب مبكرا. وفي الإطار شو تقييمكم للجانب الثقافي؟ في الإطار العام نحن جد مرتاحون، إلا أننا لازلنا نتطلع للمزيد من العمل، خصوصا مع مجيء وزير الثقافة والشباب والرياضة، رجل مثقف يعرف الثقافة يخدمها. نرجو أن تكون المساحة أوسع للتعامل، ويسعى أنها تعود مدينة. إذا قدوا نخلصوا عن المدينة هون، عن اللي تعدد بلدية الأدوار الثقافية عنده دور مهم في محاربة الجريمة ومتعاطي المخدرات بين الشباب والانحراف، ومهم أيضا في ترسيخ الوسطية والاعتدال في المجتمع. بكل تأكيد أجزء قاطع على المدينة تعلن كل الأنشطة لتعدد الجمعيات الشبابية والثقافية، وهذا المنبر أنا شاكر جدا باسم بلدية واذيب على تعاطيها المتزن والمعتدل مع بلدية اللي هي الساكن وش توجه هم الجمعيات الثقافية والشبابية اللي نشتغل معهم، وعن كل الأنشطة اللي عدلوا تخدم المصلحة العامة، سواء تعلق الأمن في اللحمة الاجتماعية باستقصاء الشباب إنها أوقات فراغ تحاول إنها تملأ الفراغ بذلك ما أوتيت من قوة، وتعرف عن بلدية واذيب وتواكب هذا الفعل ماديا ومعنويا من أجل النهو الموجود. أجيد أجيد شكرا الأستاذ يحيى ولدد. في نهاية هذا اللقاء أشكرك وأشكر البلدية وأذمن عاليا الدور الثقافي الذي تقوم به. ومشاهدي الأعزاء إلى حلقة أخرى، ودعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.